السوري امير يحاول التسديد من بعيد، تمريره في مكان ممتاز، صالح جابر خطير يمكن ان يسدد، تسديده مرت من سيرينغ لكنها تحولت الى ركنيه داخل منطقه جزاء فريق اربيل، محاوله لاستغلال الكرات الثابته ربما كحل من الحلول، حسين علاء في القائم الثاني، كره طويله باتجاه المرمى والحارس القائم قائم يساهم في ابعاد الخطر الدائم على فريق اربيل، كره ارتطمت بالقائم سيرينغ حاول معها مرت وارتطمت بالقائم، والمحاولة الأولى من سعيد محسن، المحاولة الأولى الجدية التي بالفعل تشعل المدرجات بالنسبة لمشجعي فريق زاخو، لقطة جميلة لمشجعي فريق زاخو، وهذه الإعادة أيضا كرة جميلة لافة في القائم الثاني، سيرينغ متقدم حاول معها ارتطمت بالقائم وتحولت إلى داخل، كرة إلى الأمام بالرأس سعيد، ثلاثي الخطير، كرة ممتازة، هجوم مرتد لزاخو وأمير، الأمير الصغير يفتتح التسجيل، هدف لزاخو عن طريق الأمير، أمير صباح، مرور ممتاز، لمسة أولى ثانية بالرأس وصلت إلى أمير التي تعامل معها بكل حكمة، مرة من سيرهنغ وقابل الشباك وسجل، وهذه هي فرحة فريق زاخو، جمهور زاخو ويذهب لعناق سردار محمد طبعا مدرب اللياقة البدنية في فريق زاخو، ويذهب أيضا لمحمد قويض، معقولة سيكرره محمد قويض وينتصر أيضا في هذه المباراة بعد آخر مباراة جمعته طبعا بنزار محروس. هذه الإعادة، تحضير بالقدم اليمنى، فتح زاوية للتسديد، تخلص من أحمد إبراهيم ومن نجرفان وسدد بوضعها بكل أمان في المكان المناسب ليعلن هدف التعديل لمصلحة، هدف جميل أربيل عن طريق البديل سجل الهدف الثاني، أولا عبر البديل نديم الذي مرر كرة جميلة، وثانيا عبر البديل سجل الهدف الثاني، ودائما دائما نديم صباب، فراس سعيد، سعيد محسن، زاخو الذي كان متقدما ربما يعود إلى زاخو من دون نقاط.